ستعقد انتخابات محلية في أنحاء إيرلندا شهر مايو المقبل لاختيار ممثلين عامين في مجالس المدينة والمقاطعة، جميع من أعمارهم 18 عام أو أكبر ومقيمين في إيرلندا يستطيعون التصويت أو حتى الترشح في الانتخابات بغض النظر عن جنسيتهم. لكن لماذا يجب عليك التصويت؟ I'm voting because I want a say in the facilities provided for the community. I'm voting so my community gets represented. I'm voting because I want business supports for my community. إذا رغبت في التصويت، لابد أن تضيف اسمك للسجل الانتخابي. للمشاركة، يجب عليك أولاً الحصول على استمارة التقديم من مكتب السلطة المحلية أو المكتبة العامة أو الإنترنت. ثانياً، عبئ الاستمارة. وثالثاً، ارسلها بالبريد. وآخر شيء، اذهب وصوت. لمعلومات أكثر، زوروا الموقع immigrantcouncil.ie.